معرض ممتاز. الناس الزوار الضيوف او الكاستمر اللي بيجوا اكثر جديه. شيء ثاني كنا مقررين بعد المعرض نسافر عشان مكان مصنع جديد، وخلاص حصلناه المكان موجودين الحمد لله سبحان الله. يعني مكان للتصنيع والجوسس نفس مجال تصنيعنا، بدل نسافر كنا فعلا مسافرين بدل يومين وبطلنا خلاص حصلنا المكان، فجدا مفيد. وتعرفنا على منتجات اللي بنفس مجالنا من شركات ثانيه المنافسين، وشو جديد بالسوق وشو ممكن نستفيد منه لما نرجع يعني بالتطوير.